قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن ردود فعل الشركات العالمية أكدت أن العنصر البشري المصري متميز جدا، وفي تصريحات تلفزيونية على هامش تفقده عددا من الشركات العالمية في مصر أكد مدبولي وجود دعم كبير من الرئيس السيسي لتطوير وتحديث قطاع تكنولوجيا المعلومات. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي واللي بيولي الحقيقة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعني أهمية شديدة جدا جدا جدا، ودايما سيادة الرئيس بيقول إن مستقبل مصر هيبقى إن شاء الله في هذا القطاع نتيجة للقوى البشرية اللي بتتمتع بيها مصر، وده اللي أثبتته الحقيقة الزيارات لي إحنا 6 شركات تقريبا زرناهم النهاردة في هذا التجمع الكبير جدا والمنطقة الإدارية الكبيرة في شرق القاهرة، وكنا قبل كده من فترة زورنا يعني مثيل ليه في غرب القاهرة وفي منطقة القرية الذكية. لكن النهاردة اللافت للنظر وده شيء مهم جدا، ودي رسالة الحقيقة بوجهها لكل شبابنا النهاردة، إن هنا النهاردة زي ما بيقولوا السوق أو يعني المستقبل والمدى للتقدم والانطلاق في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي السماء، لأن النهاردة المجال مفتوح لكل التخصصات.